بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسلة نون خاء من الدوادمي، تقول: توفي والدنا رحمة الله عليه ونريد أن نتصدق عنه، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. صدق عن الميت عمل مشروع، إذا تقبله الله فإنه ينفع الميت، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت أفيتصدق عنها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، فهذا عمل طيب. وأي نوع من أنواع الصدقة فإن فيه الخير وفيه النفع للميت بإذن الله، ولكن تحري المحتاجين سد حاجتهم يكون أفضل وأحسن. نعم، جزاكم الله خيرا. المرسل محمود، مصري مقيم بالرياض، يقول: لي زملاء يسكنون معي وألاحظ عليهم أداهم الله أنهم يحلفون كثيرا بالنبي والكعبة ونحو ذلك غير الله جل وعلا، وقد ناصحتهم كثيرا، فهل من كلمة من فضيلتكم لمثل ذلك؟ لا يجوز الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز التعظيم على هذا الشكل إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل. فعلى هؤلاء التوبة إلى الله، وأنت مصيب في مناصحتك لهم، فاستمر على مناصحتك لهم وبين لهم أن هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه شرك. لا يجوز الحلف بالنبي، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بأي مخلوق، وإنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى الحلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. هنا مسائل يا شيخ. أحيانا بعض العوام وبعض الظلال يقول إن من جلال الله تعالى أن لا يحلف به، فيحلف ما دون ذلك. هذا من غرور الشيطان، بل الحلف بالله على وجه الصدق والتعظيم لله يكون من العبادة، يكون من العبادة، وهو من إجلال الله سبحانه وتعالى. أما الحلف بالمخلوق فإنه شرك بالله عز وجل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإكثار من الحلف ولو صدقا مذموم أو لا شيء فيه؟ الإكثار من الحلف حتى ولو كان صدقا لا ينبغي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، ولأن كثرة الحلف تدل على الاستهانة به، تدل على الاستهانة به. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا، نهي عن الحلف إلا عند الحاجة. فالإكثار من الحلف حتى ولو كان الإنسان صادقا لا ينبغي، لأنه قد يجر إلى التهاون باليمين، وأيضا هو استعمال للحلف من غير حاجة. نعم. هل يمدح رجل ترك اليمين في حق له واضح؟ إذا كان تعظيما لليمين نعم، فإنه يمدح بذلك، إذا كان خوفا من الله نعم وتعظيما لليمين فإنه يمدح في ذلك وله في ذلك الأجر. ولو ترتب على ذلك ضياع بعض حقه في الدنيا؟ ولو ترتب على ذلك شيء من الدنيا إذا كان هذا من باب احترام اليمين وتعظيمها. نعم. وقد يشق بعضهم على صاحب فيسأل بالأمانة ويقول: أمانة وأمانة وأمانة، هل هذا أو في ذمتك؟ هذه أيمان محرمة؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، جاء الحديث النهي عن الحلف بالأمانة. يعد حلفا إذا قال أمانة عليك؟ إذا قال أمانة ناوي الحلف يكون حلفا، لأن
أن تقديره هو الأمانة، لكن حذف الواو، حذف الواو، والعرب قد تحذف الواو أحيانا من باب الاختصار. إذا قال الله، نعم الله يعني معناه والله، فحذف الحرف من باب الاختصار يجوز في لغة العرب. نعم. الذين يتخذون الحلف في البيع والشراء، هل من كلمة لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وذكر منهم الذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذب، وذكر منهم أيضا رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا من التهاون باليمين، وأيضا من استخدامها لأجل طمع الدنيا واستجلاب الناس إلى الشراء منه. الحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يكثر من اليمين لا في البيع والشراء ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. الأخت شين راء تقول إنني امرأة أشعر بضيقة في الصدر وربما تؤثر على حياتي الزوجية، تقول وأنا في هذه الحالة أقرأ القرآن الكريم لأنه ينشرح صدري لذلك، ولكن عند قراءة القرآن أبكي ليس على الكلام الذي في القرآن، فهل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خير. على كل حال هذا مرض، مرض نفسي، ونسأل الله لك الشفاء. آمين. والعافية، وعليك بمحاولة ترك هذا الوسواس وهذا المرض النفسي، والاستعانة بالله عز وجل، توكل عليه، والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يطرد عنك هذا المرض النفسي، ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تلاوة القرآن، عدم التأثر والانفعال مع هذا المرض، كل هذا مما من الأسباب التي تخففه أو تذهبه عنك بإذن الله. وقراءة القرآن طيبة، قراءة القرآن طيبة وفيها أجر وثواب، سواء حصل منك بكاء أو لم يحصل، وحتى لو بكيت من تأثير المرض أو من أمر آخر فلا يمنع هذا أن تقرأ القرآن الكريم. نعم. السائل غين دال من المدينة المنورة يقول ما حكم رسم رسومات لكائنات حية من حيوان وإنسان أي ذي روح بدون رسم الوجه، وهل يكفي للرسومات الحية التي لها رؤوس قطع رؤوسها بخط قلم فقط أو نحو ذلك؟ إذا أزيل أو لم يرسم رأس الصورة فإنها لا تكون صورة، لأن الصورة إنما هي في الرأس والوجه، فإذا كان الجسم على هيئة شجرة ليس لها رأس حيوان فإنه لا محذور في ذلك، ولكن تعود الإنسان هذه الأشياء ربما يجره إلى رسم الصورة الكاملة، لكن إذا احتاج إلى رسم للجسم بدون رأس إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. وأما أن فصل الرأس عن الصورة بخط كما يفعل بعض الناس فإن هذا لا يزيل المحذور، لا يزيل المحذور، والصورة هي في الرأس والوجه، فما دام الرأس موجودا فوق الصورة ولو كان مفصولا بخط بينهما فإن هذا لا يزيل المحذور، فهي صورة متكاملة وصورة حقيقية، وهذا الخط إنما يزيدها جمالا لأنه يصبح كالطوق لها مما يجملها. فالمراد بطمس الصورة المراد إزالة الرأس بحيث لا يعرف أنه رأس ولا وجه، بأن يطمس بالحبر أو بالبوية أو بأي شيء يزيل معالمه ويخفيه تماما، أو بقطعه من الصورة وإزالته نهائيا. نعم. السائل سين راء ميم يقول كثر الحديث عن المنشط الجنسي المعروف باسم الفياجرا، فأرجو توضيح الحكم الشرعي في استخدامه جزاكم الله خيرا. هذا يرجع فيه إلى أهل الطب، فإذا قرروا أنه يؤدي الغرض المطلوب من غير أن يترتب عليه أضرار جسمية أو أمراض فلا بأس باستعماله عند الحاجة، وأما إذا كان يترتب عليه أمراض ومضاعفات مرضية وآثار سيئة فإنه لا يجوز استعماله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عين سين يقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، فما درجة هذا الحديث؟ فإذا كان صحيحا كيف يخرج المسلم من هذه التبعة في مثل زماننا هذا؟ أفتونا جعلكم الله ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. الحديث صحيح الحمد لله، ومعناه واضح أنه يجب على المسلم إذا حصل الجهاد في سبيل الله وعنده مقدرة
واستنفر له، يعني أمره الإمام بالخروج، أو حوصرت بلاد المسلمين، حوصرت بلاد المسلمين من عدوهم، أو المسلم حضر الجهاد وهو يقدر على حمل السلاح، فإنه في هذه الصور يجب عليه وجوبا عينيا أن يحمل السلاح وأن يجاهد. إذا حوصرت بلاد المسلمين، إذا حضر الجهاد، إذا استنفره الإمام، في هذه الأحوال الثلاث يجب على كل مسلم يستطيع الجهاد وحمل السلاح أن يجاهد في سبيل الله. أما ما عدا هذه الصور الثلاث فإن الجهاد فرض عين، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فرض كفاية. فرض كفاية، نعم، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويبقى في حق الباقين سنة، وهو من أفضل الأعمال. الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل أنواع التطوع في هذه الحالة. وقوله ونية، يعني أن الإنسان إذا لم يحصل جهاد في وقته فإنه يكون عنده نية أنه لو حصل جهاد في سبيل الله فإنه سيجاهد في سبيل الله، تكون عنده نية للجهاد. إذا حصل وحصل أن المسلمين يجاهدون الكفار فإنه يكون عنده نية أنه سيشارك في هذا، ويحب الجهاد، ويحدث به نفسه، ويرغب فيه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ما فيه من الثواب، فيثاب على نيته. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد لمن تمكن من الجهاد، ونية لمن لم يتمكن من الجهاد لأن ينويه في المستقبل إذا تمكن منه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائلة ميم كاف من البكيرية تقول: هل الدعاء لبلاد المسلمين التي تحارب من جهة الكفار بالفرج والانتصار هل يكون لفاعله أجر مثل وأجر المجاهد في سبيل الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يكون لفاعله أجر، لكنه ليس مثل أجر المجاهد في سبيل الله، ولكن يكون له أجر في دعائه واهتمامه بأمور المسلمين. نعم. سائلة أخرى تقول: أريد الجهاد في سبيل الله بالحرب، فهل عليها إثم إذا ذهبت بدون سماح زوجها وذهابها بدون محرم؟ وهل إذا تركت أولادها صغارا تأثم إذا كانت تعلم أن هناك من يكفلهم، أو كانت لا تعلم أن هناك من لا يكفلهم يكفلهم؟ وهل هناك شيء من الأعمال يكون جهادا في سبيل الله دون الذهاب إلى بلاد الحرب ويكون له من الأجر، ويكون لها مثل ذلك من الأجر وهي باقية في بيتها مع أسرتها؟ المرأة ليس عليها جهاد، ما لم يجب الله عليها الجهاد، وإنما الجهاد واجب في حق الرجال بشروطه، ولكن إذا تيسر لها أن تشارك فيه فإنها تشارك فيه مع تقيدها بأحكام المرأة ومن الستر ووجود المحرم الذي يسافر معها، وأيضا إذا كان لها والدان فلا بد من إذنهما بذلك، وإذا كان لها زوج فلا بد أن يأذن لها بذلك، لأن حق الزوج وحق الوالدين مقدمان على الجهاد، لأنه فرض عين عليها، حق والديها وحق زوجها فرض عين عليها، والجهاد إنما هو من المستحبات في حقها. كذلك إذا كان لها أولاد تعولهم ويضيعون إذا ذهبت فإن حق أولادها مقدم، تبقى عند أولادها ولها الأجر في ذلك، وتؤجر على نيتها في الجهاد لأنها تريده، ولكن حبسها ومنعها منه مانع فلها أجر النية. نعم. في آخر سؤال تقول: هل هناك شيء من الأعمال يكون جهادا أو كالجهاد دون الذهاب إلى الحروب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن على النساء جهادا لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. الحج والعمرة في حق النساء جهاد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائلة عين لام من الشرقية تقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد للاستماع إلى محاضرة مثلا والاستفادة وهي حائض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحائض لا تجلس في المسجد، وإنما تجلس قريبا من المسجد، تكون في مكان خارج المسجد، إما في بيت وإما في سيارة، لا بأس أن تستمع إلى المحاضرة وتكون خارج المسجد. أما داخل المسجد فلا يجوز للحائض أن تلبث فيه وأن تجلس فيه، والآن الحمد لله الأشرطة يحصل بها المقصود، فإذا سجلت المحاضرة أو الحديث أو الموعظة بإمكانها أن تطلب نسخة من هذا التسجيل. نعم. السائلة عين راء من القصيم تقول: ما ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم، وكيف يفسد الصوم؟ الدم الخارج من الجسد الذي يفسد الصوم هو ما خرج بحيض أو نفاس من المرأة، هذا يفسد الصوم،
وكذلك ما خرج باختيار الإنسان بالحجامة أو بسحب الدم الكثير، فإن هذا يفسد الصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وسحب الدم للإسعاف أو للتبرع به هو مثل الحجامة، يفطر الصائم. نعم. السائلة السين عين من شقراء تقول: توضعت للصلاة وقبل أن أصلي مست يدي لباس ابنتي وبه نجاسة أي بول، فهل أعيد الوضوء مرة ثانية أم يكفي أن أغسل يدي؟ وهل يجب عند وصول النجاسة كبول ونحوه للثوب غسله فقط أي المكان الذي به نجاسة، أم يغير الثوب كله ويعاد الوضوء؟ أفتوني مأجوري. الوضوء لا ينتقض بحصول النجاسة باليد أو ببقية الجسم أو بالثياب. الوضوء لا يبطل بحصول النجاسة على المتوضئ بثوبه أو بدنه، ولكن يجب عليه إزالة هذه النجاسة من ثوبه أو بدنه بغسلها بالماء أو بخلع هذا الثوب واستبداله بغيره، أو إذا كان عليه أكثر من ثوب فإنه يخلع ما فيه النجاسة ويبقي الثوب الطاهر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت شين عين من الرياض تقول: امرأة مريضة بمرض الربو وفي فصل الشتاء تريد الاغتسال من الحيض ونحوه وعندما طهرت، ولكن تسأل: إذا اغتسلت أو استحممت فإنه يزيد علي الربو بسبب الماء البارد، فماذا أفعل؟ هل أغسل كل أجزاء الجسم وأترك الصدر فأمسح عليه مسحا خفيفا يجزئ عن غسله، أم ماذا تنصحونني؟ جزاكم الماء البارد يسخن، وأدوات التسخين والحمد لله متوفرة، فيسخن الماء البارد ولا يضرها، وتستدفي بعد الاغتسال، تستدفي حتى تتنشف ويلبس جسمها، تستدفي بالثياب أو عند مدفعها وغير ذلك. نعم. هل استعمال قطرة العين في نهار رمضان تفطر من الصيام أم لا؟ الاحتياط تركها واستعمالها في الليل، هذا هو الاحتياط، لأنها قد تذهب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فالاحتياط أن يتجنبها الصائم إلى الليل. نعم. وقد ذكر بعض العلماء أنها إذا وضع في عينه شيئا فوجد طعمه في حلقه أنه يفسد صيامه، فالأمر فيه خطورة، فالابتعاد عن هذا وترك مداوات العين من قطرة وغيرها إلى الليل أحوط للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل جيم كاف يقول: ما الحكم في شاشة التلفزيون الإسلامية التي تعرض رسومات متحركة تمثل دور الصحابة رضي الله عنهم ونحوها، وكذلك أفلام الكرتون التي تسمى إسلامية؟ لا يجوز رسم الصحابة بصور ولا تمثيل الصحابة، لا يجوز تمثيل الصحابة وتمثيل أهل الفضل في صور، سواء كانت في الشاشة أو في أوراق أو غير ذلك. وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار يمنع من تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصوير الصحابة، لأن هذا فيه امتهانا لهم، وأيضا الصور في حد ذاتها محرم، الصور في حد ذاتها محرم سواء في الأفلام أو في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وبإمكان الذي يريد أن يطلع على تاريخ الصحابة وسيرة الصحابة أن يقرأ في كتب التاريخ ويقرأ في كتب التفسير الآيات التي ذكرت الصحابة وتحدثت عنهم، وفي ذلك الكفاية والحمد لله. أو يذاع هذا في الإذاعة ويسمعه المسلمون، هذا ممكن ويحصل به المقصود ولا محذور فيه والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ميم راء من الطائف يقول: هل يكون إثم على من حفظ من القرآن الكريم شيئا أو حفظ القرآن كله ثم نسيه ولم يستطع مراجعته لأي سبب كمرض أو انشغال في أمر مباح أو غير ذلك؟ ليس عليه إثم، ولكنه يكون قد فقد نعمة عظيمة، فعلى المسلم الذي من الله عليه بحفظ القرآن أن يشكر هذه النعمة وأن يتعاهد القرآن بالإكثار من تلاوته واستذكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، فيجب المحافظة على من من الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه أن يحافظ على هذه النعمة وأن يستذكر حفظه ويكرره، وهذا لا يشق عليه. بإمكان الإنسان الذي يحفظ القرآن أن يتلو القرآن وأن يستذكره وهو يمشي وهو راكب وهو على فراشه وهو في عمله، ليس هذا بشيء يشق. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإنما يحصل النسيان
من طول الغفلة عن تلاوته، طول الغفلة والانشغال عنه، ولا ينبغي هذا للمسلم. نعم. قد يقول قائل فضيلة الشيخ إنه لا يمنعه من حفظ القرآن الكريم إلا أن يخشى نسيانه، فما القول في هذا؟ هذا تثبيط من الشيطان. ألا يجد الإنسان أن يقول أنا لا أحفظ، لا أريد حفظ القرآن خشية أن أنسى، بل يحسن النية ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحفظ ما تيسر له من القرآن. إن تيسر أن يحفظه كله هذه نعمة عظيمة، وإلا يحفظ ما تيسر منه، فلا يفلس من القرآن، فلا يكون عنده حفظ منه. نعم. جزاك النبي الله. صلى الله عليه وسلم قال قال إن أو ما معنى كلامه صلى الله عليه وسلم إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. السائل عين عين راء يقول هناك في بعض البلاد الإسلامية من يلزم النساء الملتزمات المتحجبات بخلع حجابهن، واعتبار ذلك من شروط المواصلة للدراسة، وقد لجأنا إلى تغطية رؤوسهن بالباروكات جمعا بين الالتزام بالحجاب ومواصلة الدراسة، فهل هذا العمل جائز لهن في حكم أنهن مكرهات على مخالفة أمر الله، أو بماذا تنصحونهن جزاكم الله خيرا؟ منع الحجاب هذه محادة لله، منع الحجاب فيه محادة لله ولرسوله. نعم. أسأل الله العافية. الواجب على من ينتسب إلى الإسلام أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يمنع نساء المسلمين من الحجاب، لأن ذلك أطهر لقلوبهن وقلوب الرجال، ولأن الحجاب فيه الحياة والحشمة والعفة، وهو لا يتنافى مع الدراسة ولله الحمد. المرأة تحتجب وتدرس، لا مانع، لا يتمانع أو يتخالف أو يتضاد الحجاب مع الدراسة، وإنما هذا كيد من الشيطان ومن أعوان الشيطان للمسلمين. أما إذا استعملت الباروكة تظن أن هذا يكفي أو يقوم مقام الحجاب، فهذا غلط كبير، لأن هذا منكر آخر. لأن الباروكة من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، فهي وضعت على رأسها شعرا ليس لها وزادت الفتنة، تزيد الفتنة بها، فلا يجوز استعمال الباروكة. والدراسة ليست ضرورية، إذا تعارضت مع الحجاب فإن المرأة تقدم الالتزام بالحجاب ولو لم تحصل على دراسة، لأن تركها للحجاب ارتكاب لمحرم وفيه خطر، وترك الدراسة لا يترتب عليه ضرر كثير، خصوصا إذا كانت الدراسة من الأمور الدنيوية، دراسة أمور دنيوية. وأما دراسة ما يستقيم به دينها فهذا يمكن أن تحصل عليه في بيتها ومع الحجاب، تدرس سور من القرآن، تدرس أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرس مسائل من الفقه.